انتصرنا لأننا قررنا الزوير رغم الصعوبات، رغم كل ما كان يشوبها، كان تحكم وكان زوير وكانت حوايج اخرين، لان المغاربه كل شيء المغاربه ان شاء الله يا ربي. المعلم، طبيب، استاذ، فلاح، مهندس، البناي، حرايفي، سيكليز، الراجل، المراه، الفنان، كل شيء ان شاء الله يا ربي. العدالة والتنمية يدخلونا للحبس كاملين. اولا غنستمروا احنا والمغاربة كاملين في الحفاظ على الفساد، هو الملكية ديالنا. ثانيا العدالة والتنمية سيحارب الديمقراطية كافة. اللي بغى الخير هاد البلاد خاص القضاء ديالنا يديونا للحبس واحد الوقت بإخلاص، ماشي لأننا أصحاب الملك ولا لأننا أعطانا الفلوس ولا لأننا وعدنا بشي حاجة، لله. خاصنا بزاف ولكن كاين الإرادة وكاين العزيمة، وأنا متأكد إن شاء الله تحت القيادة ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالتعاون ديال العدالة والتنمية والأحزاب الخيرة وكافة الشعب المغربي غادي يدخلونا للحبس كاملين.